قال مدير الصيد البحري لولاية ميست غانم أن هناك توقعات بإنتاج أكثر من 10,000 طن من الأسماك مع دخول حوالي 30 مشروع في إنتاج وتسويق مختلف الثروات السمكية خلال السنوات المقبلة. التغطية لعثمان إبراهيم. الحمد لله في ولاية ميست غانم في آفاق 2025 نتوقع دخول أكثر من 30 مشروع في الإنتاج والتسويق، وهنا يعني ممكن تصل نسبة الإنتاج إلى أكثر من 10,000 طن في مادة اللوي دوراد، وكذلك عندنا مشاريع في تربية بلح البحر اللي هما ليمول. في ميست غانم يعني عندنا ديجا مستثمرين من الى نهايه السنه راحين يدخلوا في مرحله تركيب الاقفاص العائمه ويدخلوا في مرحله بدايه النشاط، ومن السنه المقبله ان شاء الله سيكون هناك الانتاج الوفير الذي يلبي احتياجات السوق الوطني.